كيف أعرف تاريخ ميلادي أو عمري بالنسبة للتاريخ الميلاد؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. هناك طريقتان. أولا، هذه الطريقة سهلة جدا جدا أعزائي، والتي كالتالي: في أي سنة تم ولادتك؟ مثلا لنقول في سنة 2000 ميلادي، إلى هنا متفقين. ونحن الآن في أي سنة ميلادية؟ نقول 2021. قم بطرح عزيزي السنة الحالية من تاريخ ولادتك، أي 2021 ناقص 2000 يبقى لدينا 21، أي عمرك الآن يبلغ 21 سنة، وتستطيع تطبيق هذا الأمر على أكثر من شخص وتجربة هذا الأمر وطريقة مؤكدة.